زينة زينة great costume أولا شكلها حلو قوي. فكرة يعني لبقة لايقة على 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 مغنى. Please check your strength in marks. العن حطيش في دماغك حطيش في دماغك راح تنزلين والله انت بك عمي تربطينا نفس الحصان ماشي هلا هنضل لازم بدرية تحمل انت اخذك البايك عامله هيك بس تعرفي بتعرفي شو هيك بتعرفي قد ايه كنت خايف لدرجة شو لدرجة انه ستوب هون متأكد انا متأكد اوكي العرق تبعي كان بقى ولاعي انت حطيتهاش نومينيه ليه دي؟ حطيتهاش نومينيه ليه اللي خلاني نازل كنبه تحت عروسه نازله تعمل ايفنت لا لا انا زينه ارجع اقول لك الكاستم بتاعك كان حلو قوي كانت الفكره نفسها حلوه عجبني انت من اول ما دخلتي من باب رانيا من اول ما دخلت من اول ما دخلت الباب لحد ما كملت النص عشان تغني كان حلو كان في موشن throughout the entire song وكان في ايقاع لكن يعني حتى بحركتك كان في ايقاع كنت حاسس هو كنت انا قاعد بعمل معاك كده فاهم قصدي؟ consistency يعني through يعني بقولك من اول ما دخلتي لحد ما خرجتي او لحد قصدي ما خلصتي المشهد بتاعي كان في consistency ما حسيتش ان انا بتفرج على زينه تمام؟ وكان عجبني اكتر شيء عجبني فيكي الانتربريتيشن ان كنت بتاخدي لما كنت بتغني الدبدوب الكلام اللي كنت بتقوليه لما تيجي تعكسيه بقى انت بتبص بعيد بقى انت مش عارف ايه الكلام ده الانتربريتيشن بتاعك حلو قوي فانت برضو من الناس من انت وعزوز من الناس اللي الدبدوب والالعاب خلاص ريان ريان جريت اكشن مومنت في الاول لو بتعمل بتاع ده كان كله كان عندك بيربس كان في فكره حتى انت شكلك اللي هو لا انا بشتغل داخل بشكل معين داخل باتجاه معين انا داخل عشان اعمل كذا انت فاهم قصدي كانت باينه عليك يو ستوبت ان ذا ميرل برده زي محمد مش عارف انت ايه اللي حصل وبعديها قفلت غلط كنت مش فاكر كان فين بالظبط بس بعد لما وقفت غنيت ايام لبنان رح يرجع لا مش لا قبل لبنان رح يرجع بتعرف ليه لانه هيدا ما كنت مقرر غنيها تبع هيدا قلت لك عنه الرياكشن بتاعك عجبني الرياكشن لما قمت كنت لما انت مسكت التراب وعملت كده بايدك كان عجبني فاهم كان في حلو رياكشن اللي هو حد بيندهلك ان انت من اللي هو مش اللي هو فجاه ايه فاهم لا اللي هو انت بصيت وبعدين قمت بصيت ودي الرياكشن كان حلو جدا سترونج انترنس لما ربطت علم لبنان يو ووكت اراوند تو ماتش ذو يعني كان ظهرك للاساتذه كتير بزياده يعني كان في حته انت كنت بتغدي وانت بتغدي قاعد ساعات مثلا حوالي 30 ثانيه باصص هنا وتمشي كده وبعدين لما تلف كده كمان ما تلفش حتى كده يعني حتى ما اديتهمش فرصه لا انا ليش صار بالاول فت هيك حسيت انه خلصت بعد في كثير بالغنيه واوريدي قطعتهم بس صرت لهون عم فكر برجع ببرم مره ثانيه ايوه عملت هيك رجعت مره ثانيه عرفت في حته وفي حته حسيتك انك بتغني لنفسك مش بتغني ليهم نعم في حته مش بتغني يعني كنت حاسسك بتغني لنفسك مش بتغني ليهم يعني you started mumbling فاهم كان في اخر كلام كان بيعمل مثلا فاهم كده اوكي but you regained the power in your staff الاخر خالص لما خدت الفاس بتاعك كان في يعني ما برده ما هو خلصت الاغنيه اللي هو ميسي وانت ماشي فانت ضربت الباب لا خلصت خدت اللي انت فاهم وباصص كده وكملت عجبني انت كملت الكاركتر لحد الاخر اوفرول كيف منيح اوفرول تمام عارفه هاي النظره مره يعني اياها سلطان اياها انا بعد زينب بجي يا زلمه لازم بس تذكرت شاهد يسالك انا لما علقت حسيتهم هن صوروا شبه هاي شكري صار اسمك كتبتهم في عدد مختلف شكري بس يا شكري صار نسيت اقول شغله شكري بس نسيت اقول شغله انا لما علقت يا عصفوره ما دي ما قصدي ده كونسيستنسي قصدي انت كان شكري واخده كاركتر معين وكملتيه لحد الاخر اوكي ان كانت منيحه ما كانت غليظه ام سوري يا نصيف انا اسف انا اصل كتبت الاول اوكي خلاص كمل يلا بترتيبك مين سلطان انت من الناس اللي بدات حلو قوي يعني كنت حاططك 10 وبعدين 10 بقت 9 و9 بقت 8 يعني بالنسبه لي يعني بالتفكير التمثيل حلو برده انت دخلت من الاول كان تمثيلك حلو قوي كان شكلك حلو قوي كان في كسره في عينيك تحفه وغنى كان حلو قوي برده كنت قاعده لك في الاول بتعمل ما انت عامل كده ما انت عامل فاهم دي كانت حلوه التمثيل كان حلو قوي كانوا في ناس عم بيمروا يعني كان مثلها حلو يعني حسيت ان في ناس انا حاسس ان هو سلطان قاعد قدامي حسيت ان في ناس تعمل كده قدامه حلو ده كان حلو قوي بس اهم حاجه حسيت ان هو حقير فعلا بس
دخلت في الاغنيه او ده من رايي دخلت في الاغنيه الثانيه بسرعه انت حبيت انت حتى ما لحقتش وبعدين حبيت وبعدين فجاه تبص للناس ثاني تمام انت بتقول انت حبيت واحده وبتغني لها المفروض بس انت بتبص للناس ثانيه مش لان استحيت اني مستحي من الناس اني هذه هي لا اوكي كده. يبقى انا يمكن انا ما فهمتهاش اوكي آه بس انا ما فهمتهاش منظرك ده انت في حته قلت ايه في كلمه عارفة. غلط عارفه تقول انا عارفه قلت ايه الاغنيه غني الاغنيه حبيت لي نفسي عندي في نفسي ما اعرفش اللي يحصل لما بشوف عينيك ما بقتش عارفه ضحكتني هي يمكن حاجه صغيره عبيطه بس انا بقول لك حاجه انا لسه عارفه ده يعني بتلعب في ما بقتش عارفه ضحكتني ازاي طيب تمام في حاجه ثانيه كان في حاجه في الكوردات في الاخر مش مظبوطه ايه صح ضعت شوي لانك انت تسوي هذه ضيعت كان في حاجه في الكوردات مش مظبوطه فانا مش عارف هم لاحظوها ولا لا بس يعني اجمالي هي بتطلع اجمالي بس كان في حاجه مش صح يعني حتى كنت انت بتغني في حته والكوردات في حته ثانيه خالص تمام ميشيل قاعدين بس كده بدريه بجد يا جماعه لا بدريه بجد معنى الكلمه انت كنت منظمه دخلتي من ساعه ما دخلتي لحد ما خلصتي لحد ما كل حاجه كنت ماسكه كاركتر كنت بتمثلي يعني انا فهمت تتكلمي مين وفهمت لما فتحت التليفون كان مين كل حاجه كانت حلوه التغيير ما بين اول اغنيه وثاني اغنيه كان حلو قوي كنت بادئه بالنوته يعني اللي هو كده قصدي يعني في ناس ممكن تيجي كده وتنزل لها او تيجي كده وتطلع لها انت عليها على طول كان في حاجه كنت بتمثلي بزياده يعني اللي هو دي متاثره تمام بس بقول لك اجمالي الموضوع تمثيلك عجبني اجمالي الموضوع تمثيلك عجبني بس كان في حاجات تقولها بتمثل كان في حاجات تقول لا هي الطبيعي بتاعها تمام عجبتني في الاخر لما استني هيرد عليك بعد ما انت غنيتي استنيتي هيرد عليك يقول ايه وكملتي بقى انت ضحكه وبعدين مشيتي عملتي يس وبعدين وصلتي لحد بتاع وقلتي خلاص شكرا يعني فما ادري وصلتي طب دي كانت حلوه قوي محمود حطيتني في الناس البهيم انت ثالث واحده انت وعزوز وزي مين اول واحد يعني من المرتبه الاولى ثانيه ثالثه بالرايي يعني يا رحنا بدريه زين عزوز يعني انا شايف بدريه عملت احسن حاجه زين عملت كويس بس انا بالنسبه لي يعني المهم مش فاهم خالص بس يعني انا شايف انتوا كلكم عملتوا كويس بس بدريه كان فيها الصعوبه ان الواحد يمثل احساسه اكتر لو مثلا انا امثل شيء المهم ف طهره انت برده من الناس اللي بدات كويس قوي وبعدين بوظتي انت حتى انت غبتيش الاغنيه في اخر الاغنيه انا قعدت اعمل كده نايس طيب. اوكي ماشي كان في قفلات في الاغاني غلط كتير قوي بالذات اخر انت عمري اخر اول انت عمري اخرها انت قفلتي غلط يعني في حاجه كان في نقطه نزلتيها ما كانش تبع اللحن تمام كنتي من ساعه ما دخلتي عجبني عجبني انت دخلتي وبصيتي للاستاذ خليل انت بصيتي لمين خليل صح بصيتي للاستاذ خليل وعجبني انت يعني كان فيك الجرأة ان انت تخشي من اول ما دخلتي لحد ما وصلتي له وفضلتي يعني في وشه كده وبتغنيتي ده كان تمام بس غالبا بس يعني الخوف بدا يبان عليكي هنا اول ما وصلتي وبقيتي تغني له مش عارفه هو وصلك يمكن او كان في حاجه في وشه ولا حاجه بس انت بقيتي تخافي فقفلت خلاص فقفلتي غلط وعملتي احساس اللي هو انا ما او انا متضايقه او انا حبي ليك راح بدري فما قصدي فاكره بتقول لك استني لحد ما توصلي ده يعني ده بما ان احنا كنا اتكلمنا في المشهد فانا قلت لك حاسه انك عملتي بدري الحركه وانت بتنضفي ما كانتش مفهومه قوي كنت اللي هو ما كنتيش عارفه انت رايحه من فين لفين يعني انت في حته انت حتى مشيتي كنت بتنضفي على الارض هنا مشيتي عملتي كده وبعدين لقيتي البتاع ده قلتي لا مش هنضف هنا وبعدين رجعتي نفس الحته وانت عامله كده